الرئيس السيسي يوجه بتركيز نشاط المجمعات الصناعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة مشروعات حماية الشواطئ حفاظاً على سلامة الاستثمارات القائمة على السواحل. رئيس الوزراء يوجه المحافظين بمتابعة موقف تلقي لقاحات مضادة لفيروس كورونا ومشروعات قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. منتصف الليل العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع الزميل أحمد أبو زيد. أهلا بك أحمد. بكده ليا، شكرا جزيلا، أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المجمعات الصناعية قيد الإنشاء ودراسة إنشاء مجمعات إضافية خاصة في مجال إنتاج مستلزمات الصناعة، ذلك لامتلاك القدرة ولتوطين تلك الصناعات تلبية لاحتياجات السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين. وفي اجتماع آخر وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ مختلف المشروعات ذات الصلة بحماية الشواطئ على مستوى الجمهورية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، مع تدقيق الدراسات ذات الصلة بالتصدي لظاهرة النحر وتآكل الشواطئ. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة إقامة المجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية وجهود دعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة. وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع من الانتهاء من المجمعات الصناعية قيد الإنشاء ودراسة إنشاء مجمعات إضافية خاصة في مجال إنتاج مستلزمات الصناعة، وذلك لامتلاك القدرة ولتوطين تلك الصناعات تلبية لاحتياجات السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المقام الأول دعما للاقتصاد الوطني. وقد عرضت السيدة نيفين جامع الموقف التنفيذي لاستكمال منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من أعمال إنشاء وتخصيص وتشغيل، فضلاً عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات ونسب الإنجاز الفعلي بها. كما قامت السيدة وزيرة التجارة والصناعة باستعراض أهم الخطوات والإجراءات المقترحة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لا سيما وزارة المالية، من أجل تحقيق المستهدفات المرجوة من قطاع الصناعة وتعزيز أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، خاصة ما يتعلق بتفعيل دور برامج مركز تحديث الصناعة التي تسعى إلى تطوير المصانع والارتقاء بنظم إدارة المنشآت الصناعية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، إلى جانب الاستمرار في تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها وخفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى، بالإضافة إلى وضع حزم تشجيعية للصناعات المغذية لزيادة نسب المكون المحلي. كما تم عرض نتائج المراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها على مستوى الجمهورية، وأفضل السبل للتعامل معها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحري أركان حرب محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية، واللواء بحري دكتور أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، والعقيد بحري محمد المخزنجي، والدكتور حسن أبو سعدة المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية. وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية خاصة على البحر المتوسط،
وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة تنفيذ مختلف المشروعات ذات الصلة بحماية الشواطئ على مستوى الجمهورية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، مع تدقيق الدراسات ذات الصلة بالتصدي لظاهرة النحر وتآكل الشواطئ حفاظاً على سلامة الأراضي والمنشآت والاستثمارات القائمة على السواحل. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة متابعة موقف تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في جميع المحافظات، والعمل على التنسيق الكامل مع وزارة الصحة من أجل زيادة أعداد المواطنين الذين يتم تطعيمهم، خاصة في قطاع التعليم مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، حيث شدد مدبولي على ضرورة متابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية في جميع المدارس بما يسهم في الحد من انتشار الفيروس وزيادة الإصابات. كما أكد مدبولي على ضرورة التزام جميع العاملين بدواوين عموم المحافظات بتلقي لقاح، على أن يقوم كل محافظ بمتابعة تنفيذ ذلك. خلال الاجتماع شدد أيضا مدبولي على ضرورة قيام المحافظين بمتابعة دقيقة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها في القرى التي تدخل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مع تيسير الإجراءات المتعلقة بتلك المشروعات من أجل الإسراع بالانتهاء من تنفيذها، على أن يتم مراعاة التنسيق مع مجلس الوزراء والوزارات المعنية فيما يخص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات عليها ضمن هذه المبادرة. استقبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نظيره الأردنية بشر الخصاونة في مطار القاهرة الدولي. من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الأردني تتناول مقترحات تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والمملكة الأردنية. كما من المقرر أن يقوم الوفد الأردني بزيارة للعاصمة الإدارية الجديدة. تمكن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من إجهاض مخطط يستهدف إعادة أحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل للأنشطة الإرهابية. وأشارت المعلومات إلى اطلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين بدور بارز في ذلك المخطط، باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت، حيث كلفه الأخير باستغلال شركته في عمليات النقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية والمتخذة ضد الكيانات الإرهابية المملوكة للتنظيم. وأضافت المعلومات أن الإخواني يحيى مهران استغل إحدى الشقق السكنية الكائنة بمدينة حدائق الأهرام بالجيزة في إخفاء أموال التنظيم، حيث تم عقب تقنين الإجراءات القانونية مداهمة الشقة وضبط المذكورة، كما عثر على غرفة سرية داخل الشقة تستخدم
تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال بداخلها مبلغ 8,400,000 دولار أمريكي وبعض العملات الأخرى، فضلا عن كمية من الذخائر. وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيق، مؤكدة على مواصلة جهودها لحماية مقدرات الوطن وإجهاض كافة المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمنه واستقراره. تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع وترويج المواد المخدرة، متخذا عددا من الشقق السكنية المستأجرة بنطاق محافظة القاهرة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي. بدأت أولى خيوط هذه القضية باشتباه قوة أمنية بأحد الأكمنة المتحركة أعلى الطريق الدائري بنطاق قسم شرطة المرج في إحدى السيارات التي لاذ قائدها بالفرار بمجرد اقتراب عناصر القوة منه. وبتفتيش السيارة عثر على سلاح ناري ومبالغ مالية وهواتف محمولة ورخصة التسيير. أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة توصلت إلى أن قائد السيارة يتزعم تشكيلاً عصابياً تخصص في تصنيع وترويج المواد المخدرة، متخذاً من عدد من الشقق السكنية المستأجرة بنطاق محافظة القاهرة وكراً لممارسة هذا النشاط الإجرامي. تم مداهمة هذه الشقق وضبط 5 من عناصر التشكيل بحوزتهم 17 كيلوغرام من مخدر الفودو وكمية من المواد المستخدمة في تصنيعه وأدوات التصنيع وما يقارب 500,000 جنيه وسيارة وثلاث دراجات نارية. واستمرت الجهود الأمنية بحثاً عن زعيم التشكيل حيث تم الاستعانة بالتقنيات الحديثة للوصول إليه، ولم تهدأ تلك الجهود إلى أن تم التوصل إلى مكان اختبائه بإحدى الشقق السكنية بنطاق قسم شرطة ثاني مدينة نصر. على الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وآخر كان معه وبحوزتهما أكثر من 5 كيلوغرامات من مخدر الاستروكس وكمية من مخدر الآيس ومواد وأدوات تستخدم في تصنيع مخدر الاستروكس ومبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامي الذي أقر بممارسته بالاشتراك مع باقي عناصر التشكيل. وتم ضبط سلاح ناري خاص به وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 5 ملايين جنيه. وتؤكد تلك القضية التي تشابكت خيوطها منذ لحظة الاشتباه إلى ضبط الجناه مدى إصرار أجهزة وزارة الداخلية على ضبط الخارجين عن القانون، بخاصة تلك العناصر القائمة على جلب وتصنيع وترويج المواد المخدرة والتي تمثل خطورة على الاقتصاد والمجتمع لتداعياتها السلبية. أصدر المستشار والنائب العام قراراً بإنشاء نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية لتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومكافحة الاتجار في البشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. يأتي ذلك في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مواكبة للمساعدة الدولية في هذا الشأن. هذا وتضمن القرار اختار إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام بتلك التحقيقات عند بدئها لتتولى متابعتها والتوجيه لإنجازها وفق المعايير والآليات الدولية، على أن تختص الإدارة بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من تلك الجرائم متى كانت ذات طابع غير وطني. رحبت مصر بتكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وقدم المتحدث باسم الخارجية التهنئة للجانب التونسي بهذه المناسبة مثمنا الخطوة على صعيد انطلاق تونس نحو المستقبل تحت القيادة الوطنية للرئيس التونسي قيس سعيد، وجدد في هذا السياق الدعم المصري لرؤية الرئيس التونسي
والتي تستهدف تحقيق الاستقرار والأمن وتلبية إرادة الشعب التونسي الشقيق وصون مقدراته. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة استعادة ليبيا لاستقرارها الشامل وازدهار شعبها الشقيق. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع افتراضي لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا. وحسب ما أفادت الخارجية فإن مشاركة شكري في الاجتماع تأتي تأكيدا على ما تونيه مصر من دعم في مختلف المحافل الدولية لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا. حيث شدد شكري على حتمية الخروج غير المشروط والمتزامن والمنسق لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء بما يتماشى مع المقررات الدولية. شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع رفيع المستوى حول السودان المنعقد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذلك بحضور رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. أكد وزير الخارجية التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء في السودان، مضيفا أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار منطقة شرق إفريقيا، ومعربا عن ثقة مصر في مواصلة تبني مختلف الأطراف السودانية
لنفس النهج المسؤول الذي يتبعونه لتخطي مختلف العقبات السياسية عبر الحوار. وأشاد وزير الخارجية بالإصلاحات الاقتصادية التي أقدمت عليها الحكومة السودانية، مشيرا إلى مناشدة مصر المجتمع الدولي لمساندة جهود التنمية الاقتصادية في السودان ودعم تنفيذ بنود اتفاق جوبا للسلام. أعلنت الدكتورة هالة زيد وزيرة الصحة استقبال 1,612,260 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر بمطار القاهرة الدولية. أصرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن لقاح فايزر حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما. وأضاف أن الشحنة ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم والتي يبلغ عددها 1,100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية. الشحنة مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية كوفاكس بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين. من جانبها أعربت القائمة بأعمال السفير الأمريكي بمصر عن تقديرها لإرسال مصر إمدادات طبية إلى الولايات المتحدة في بداية الجائحة. النهارده بيشهد جزء من الخطوات التضامنيه بين الشعوب اللي بالتاكيد هتنعكس على يعني قدره الشعوب على مواجهه الجائحه. مصر الحمد لله كانت من اوائل الدول اللي قدمت يعني الوقوف بشكل تضامني مع دول كتير في بدايه الجائحه، والحمد لله كانت يعني بناء على توجيهات القياده السياسيه وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي تم ارسال طبعا المساعدات للشعب الامريكي في وقت ما كان بيعاني من زياده في اعداد الحالات. و يعني الهديه اللي بنتلقاها النهارده من الشعب الامريكي ومن الحكومه الامريكيه بالتاكيد هي استمرار للتعاون المشترك في المجال الصحي وفي مختلف المجالات اللي هتساعدنا ان شاء الله يعني على اجتياز هذه الجائحه. مصر على رأس أولوية الدول التي ستتلقى شحنات فايزر من الولايات المتحدة، وهذا اللقاح ذو فعالية كبيرة للحفاظ على المواطنين ولدعم جهود مصر في التغلب على الجائحة. والولايات المتحدة تدعم أكثر من 60 دولة في هذا المجال من خلال مبادرة كوفاكس لتوزيع اللقاحات، حيث تم توزيع أكثر من 300 مليون جرعة من بينها 6 ملايين وصلت لمصر. أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد تطعيم 82,000 طالب من طلاب الجامعات بلقاح مضاد لفيروس كورونا خلال يوم واحد فقط. ناشدت وزيرة الصحة طلاب الجامعات والمعاهد العليا سرعة التوجه إلى مراكز التطعيمات لتلقي اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد. وقد صرح المتحدث باسم وزارة الصحة بأنه يمكن لجميع طلاب الجامعات التوجه إلى أقرب مركز من بين 270 مركز شباب جهزت لتسجيل وتقديم اللقاحات لطلبة الجامعات دون اشتراط التسجيل المسبق عبر الموقع الإلكتروني، مشيرا إلى أن التسجيل وتلقي اللقاح يتم على الفور في تلك المراكز. تتواصل أعمال حملة مع نطمئن سجل الآن بمحافظات مصر لتشجيع المواطنين على التسجيل والحصول على لقاحات فيروس كورونا وسرعة تلقيه. وتأتي الحملة في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، وتهدف لتشجيع المواطنين على التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان لتلقي اللقاح في نفس اليوم. وتضم الحملة أتوبيسات لفرق التواصل المجتمعي المدربة على أعلى مستوى لتقديم التوعية للمواطنين بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا. بتوجيهات رئاسية واهتمام بالغ، تتوسع الدولة في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، حيث تتواصل أعمال حملة مع نطمئن سجل الآن بمحافظات مصر لتشجيع المواطنين على التسجيل والحصول على اللقاح وسرعة تلقيه. بننزل في جميع الأماكن الموجودة في دمياط، الأماكن فيها تجمعات للمواطنين، بنعمل تثقيف صحي للمواطنين بأهمية التطعيم، وبنسجل يعني نفس الفريق بتاعنا بيسجل للمواطنين عشان التطعيم، وبيعمل تثقيف صحي عن أهمية التطعيم ودوره في الوقاية من المرض. احنا بنتكلم مع الناس اللي هياخدوا التطعيم عن موانع التطعيم وعن فوائد التطعيم
وان التطعيم حتى اقل حاجه في فوائده ان هو بيقلل من اعراض الكورونا اذا لا قدر الله اصيب الانسان بالكورونا. يقوم فريق التواصل المجتمعي بالرد على كل الاستفسارات الخاصة بالتطعيم ويشجع المواطنين على تلقيه. احنا بنسجل للناس اللي ما خدتش التطعيم، الناس اللي مش عارفة تسجل اصلا، الناس اللي ما جالها رسالة وما خدتش لسه التطعيم برضو احنا هنوجهها لأقرب مركز شباب عشان تاخد التطعيم النهاردة، ومسجلها على الموبايل ان هو يعمل لها نظام السماح تاني من الاول عشان تروح تطعم النهاردة برضو. تتواصل الحملة خلال الأيام المقبلة في باقي محافظات مصر يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، مما ييسر عملية التسجيل الفوري الإلكتروني وسرعة تلقي اللقاح لأكبر عدد من المواطنين المستهدفين. أشادت وفود من هيئة التعاون الدولي اليابانية الجايكا والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الفرنسية للتنمية، أشادوا جميعاً بمنظومة التأمين الصحي الشامل. خلال زيارة قامت بها لمدينة بورسعيد لمدة 3 أيام الوفود الأربعة، فقد تفقدت عددا من المنشآت الصحية في بورسعيد التي تطبق بها منظومة الرعاية الصحية الجديدة وفقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. تأتي الزيارة بهدف التعرف على تطبيق المنظومة الجديدة في مصر ومنجزاتها وبحث أوجه التعاون دعما لإنجاح المنظومة في مصر. وفي تونس أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على أنه لا مجال للخضوع لأي ابتزاز أو مساومة في الحق أو محاولة التسلل لفرض اختيارات معينة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة. خلال استقباله نجلاء بودن المكلفة بتشكيل الحكومة، أكد سعيد ضرورة تشكيل حكومة تقوم على معايير الوطنية والقدرة على العمل والإنجاز للاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي. أننا لن نخضع لأي ابتزاز ولأي مساومة في الحق. اخترنا طريقا أخرى لصناعة تاريخ جديد لتونس. التونسيون والتونسيات من حقهم أن يعيشوا في كرامة بكل حرية وأن نستجيب لمطالبهم الإنسانية المشروعة، ولن نخضع لأي مساومة من أي كان. الأيام تمر والأشهر تمر والحقيقة بدأت تظهر للعيان، ومن أراد أن يشكك أو من أراد أن يحبط العزائم فليعلم أنه سيصطدم بجدار سميك ستتكسر عليه كل محاولات الابتزاز أو فرض اختيارات معينة. كما قدم رئيس محكمة المحاسبات التونسية تقريرا للرئيس التونسي حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وخلال تسلمه التقرير دعا الرئيس التونسي القضاء إلى تحمل مسؤولياته في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد حتى يستعيد الشعب التونسي حقوقه. أطلب من القضاء التونسي أن يتحمل مسؤوليته كاملة في هذه المرحلة التاريخية التي نعيشها. من ارتكب جرماً، من استولى على مليم واحد يحاسب عليه، ولا مجال لأن نترك هؤلاء يعبثون بالدولة التونسية أو يعتقدون أن الدولة التونسية غنيمة. ولا أتردد ولا أتورع في أن أقول أن السرقات من لصوص يضعون النصوص للصوص. وفي العراق أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن حكومة بغداد أوفت بعهدها فيما يتعلق بالانتخابات. خلال اجتماع لمجلس الوزراء العراقي صرح الكاظمي بأن الحكومة وفرت كل الدعم لمفوضية الانتخابات، مشددا على أنه سيشرف شخصيا على سير عملية الاقتراع ولن يسمح بأي تجاوز يؤثر على سير الانتخابات ونتائجها. وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن حكومته نجحت في تجاوز العديد من الأزمات
ازمات منها ماليه وصحيه واقتصاديه وامنيه ومحاولات جر العراق لصراع المحاور. كان الرئيس العراقي برهم صالح قد قال ان الانتخابات المقبله مهمه لمستقبل البلاد. وخلال لقائه عددا من الاعلاميين العراقيين أشار الرئيس العراقي إلى أن ضمان نزاهة الانتخابات وعدالتها شرط حاسم لإعادة الثقة في العملية الانتخابية وفي النظام السياسي بأكمله. أعربت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن التطلع لمشاركة واسعة من جانب الشعب العراقي في الانتخابات القادمة، وشددت المفوضية على أنها ترصد الدعاية الانتخابية للمرشحين بكل دقة، كاشفة عن أن نتائج التصويت العام والخاص ستعلن خلال 24 ساعة حسب قانون الانتخابات. وأضافت المفوضية أن عدد المسجلين في سجل الناخبين قارب 21 مليون ناخب. أعلنت السلطات اللبنانية تشكيل وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي تمهيدا لاستئناف المفاوضات حول خطة إنقاذ. جاء تشكيل الوفد بعد قرابة 3 أسابيع على إعلان تشكيل حكومة الرئيس ميقاتي، والتي تعهدت في بيانها الوزاري باستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة لدعم الاقتصاد اللبناني. بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ونظيره الأردني بشر الخصونة العلاقات الثنائية، خاصة فيما يتعلق بموضوع الطاقة والكهرباء. وأكد رئيس الوزراء الأردني اهتمام بلاده بدعم لبنان واستقراره، مشيرا إلى التزام عمان بالتنسيق مع كل الجهات والدول القادرة على تأمين الاحتياجات اللبنانية. نددت الولايات المتحدة بطرد إثيوبيا لمسؤولين في الأمم المتحدة. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جيم ساكي إلى أن واشنطن لن تتردد في اللجوء للعقوبات ضد من يعرقلون جهود الإغاثة في إثيوبيا. كانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت أنها طردت 7 مسؤولين كبار بالأمم المتحدة، وذلك بعد يومين من إعلان مسؤول بارز بالمنظمة الدولية أنه من المحتمل أن يكون مئات الألوف يعانون المجاعة في إقليم تجراي المضطرب شمالي البلاد بسبب منع الحكومة وصول المساعدات بشكل عمدي. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي ميزانية مؤقتة يفترض أن يؤديها مجلس النواب ويصادق عليها الرئيس جو بايدن لتجنب شلل الإدارات الحكومية الفيدرالية. وتنص الوثيقة على تمديد الميزانية حتى 3 ديسمبر المقبل، وقد حصلت على دعم الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين أيضا. ورحب زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر بوحدة الصف هذه التي نادرا ما تحدث. أعلن الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا أن فريقا مكونا من 10 أشخاص على رأسهم رئيس الحزب سيلتقي زعماء حزب الخضر اليوم الجمعة لإجراء محادثات حول احتمالية المشاركة في الحكومة الفيدرالية الجديدة. كان الحزب الديمقراطي الحر قد وافق على عروض قدمها الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي لإجراء محادثات أولية من أجل تشكيل ائتلاف في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت مؤخرا في ألمانيا. أعلنت الحكومة المغربية تخفيف الإجراءات الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا جزئياً ابتداء من اليوم الجمعة، أخذاً بعين الاعتبار التحسن التدريجي في الإصابات بكورونا والتقدم في عملية التطعيم. قال بيان للحكومة أنها قررت حظر التنقل الليلي ابتداء من الساعة 11 ليلاً حتى 5 صباحاً بدل 9 ليلاً. كما شملت الإجراءات السماح للأشخاص بالتنقل بين الأقاليم شريطة تقديم شهادة الحصول على اللقاح. توقع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها زيادة عدد الإصابات بكوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي الخريف الحالي،
حيث حققت بعض الدول الأعضاء تقدما محدودا في حملات التلقيح. وأشارت الوكالة إلى أنه يتعين على الدول أن تسعى جاهدة لزيادة معدلات التلقيح بين جميع الفئات العمرية المؤهلة لمنع انتشار سلالة دلتا الأكثر قابلية للانتقال الموسم المقبل. ولا تزال هناك حاجة إلى فرض قيود حتى نهاية شهر نوفمبر وفقا للوكالة، التي أشارت أيضا إلى أن مالطا والبرتغال وأيسلندا فقط هي التي تمكنت من الوصول بمعدلات التطعيم لأكثر من 75% من إجمالي سكانها. قالت منظمة الصحة العالمية والمجلس الدولي للممرضين والممرضات إن 15 دولة إفريقية فقط من أصل 54 دولة في القارة وصلت نسبة من تلقوا لقاحات الوقاية من كوفيد-19 فيها بالكامل إلى 10% من السكان. ودعت الجهتان إلى تسريع وتيرة التوزيع ومنح اللقاحات لمن هم أكثر عرضة للخطر في القارة في ظل ما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه غموض في خطط إيصال اللقاحات واختناقات في توزيعها في إفريقيا. أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن نسبة التلقيح ضد فيروس كورونا في بلاده لا تزال غير كافية. وقال بيسكوف إن نسبة التطعيم لا تزال حتى هذه اللحظة غير كافية بالرغم من توافر عدد كاف من اللقاحات لسكان البلاد ونشر البنية التحتية الشاملة للتطعيم في عموم روسيا. أعلنت وزارة الصحة الألمانية أن الحكومة الاتحادية دفعت حتى الآن 1.6 مليار يورو لتشغيل مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا. كانت الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت على تقليل عدد وقدرات عمل مراكز التطعيم الإقليمية التي تجاوز عددها 400 مركز في بعض الفترات أو غلقها بحلول نهاية سبتمبر. أكدت وزارة الصحة الماليزية تلقي أكثر من 85% من جملة سكان البلاد البالغين جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وقد أكدت إدارة الخدمة العامة الماليزية أن التلقيح ضد الفيروس سيكون إلزاميا لجميع الموظفين الحكوميين مع عدم منح أي استثناءات إلا لأسباب صحية فقط. قالت الإدارة إن الذين لن يحصلوا على التطعيم في الوقت المحدد سيواجهون إجراءات تأديبية. إجراءات متلاحقة تتخذها الدول الأوروبية من أجل مواجهة المتغير دلتا من فيروس كورونا سريع الانتشار. في فرنسا بدأت السلطات تطبيق التصريح الصحي على المراهقين لدخول السينما والمقاهي في ظل إمكانية استمرار تطبيق هذا الإجراء حتى فصل الصيف المقبل، وذلك حسب الوضع الصحي للوباء. كما شددت كرواتيا القواعد الخاصة بالعاملين في قطاع الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية بسبب تزايد حالات العدوى بفيروس كورونا، وبدءا من الاثنين سيتعين على جميع العاملين في هذه القطاعات أن يظهروا أنهم إما تم تطعيمهم وإما أنهم تعافوا من الفيروس لدى دخولهم إلى مقر أعمالهم. الوضع بدأ مختلفا في إيطاليا، حيث أكد مسؤول الصحة أن روما لن تفرض على المواطنين إلزامية تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا نظراً لنجاح حملة التطعيم الوطنية بعد أن اقتربت البلاد من تحصين 80% من مواطنيها الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاماً. من جانبه توقع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها زيادة عدد الإصابات بكوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي الخريف الحالي، حيث حققت بعض الدول الأعضاء تقدماً محدوداً في حملات التطعيم. وقال المركز أن الدول التي لديها معدلات تطعيم تساوي المتوسط الحالي للاتحاد الأوروبي أو تقل عنها وتعتزم تخفيف لوائح فيروس كورونا، من المرجح أن تشهد زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة والنقل إلى المستشفيات والوفيات بحلول نهاية نوفمبر. ولا تزال هناك حاجة إلى فرض قيود حتى نهاية نوفمبر، وفقاً للوكالة التي أشارت إلى أن مالطا والبرتغال وأيسلندا فقط هي التي قامت بتطعيم أكثر من 75% من إجمالي سكانها. أو
وقعت هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات إيتيدا جامعة بوهانغ للعلوم والتكنولوجيا بكوريا الجنوبية اتفاقية تعاون لمنح درجة الماجستير المهني في الهندسة في تخصص الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للطلاب الملتحقين بمبادرات بناة مصر الرقمية. من جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المبذولة للتوسع في الشراكات والتي تبرمها مبادرات بناة مصر الرقمية لتحقيق التنوع في المنهجيات الأكاديمية. أشار إلى أن وزارة الاتصالات تستهدف تنمية المهارات الرقمية لعدد 200,000 شاب خلال العام المالي الحالي، وذلك في إطار المبادرة. بدأت وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع ديوان رئيس الجمهورية في مشروع ترميم وتجميع وإعادة رفع العمود الجرانيتي الأثري الموجود بحديقة سراي القبة بما يتناسب مع قيمته التاريخية والأثرية. المشروع يأتي في ضوء اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بتجميل الميادين المصرية وإظهار جمالها والعمل على تطوير الحدائق العامة. أعلنت وزارة الزراعة الموافقة على إقامة 654 مشروعاً للنفع العام على مستوى الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأشار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن تلك المشروعات يأتي من بينها 61 مدرسة حكومية و333 محطة صرف صحي ومعالجة صرف صحي و8 وحدات بيطرية و59 مركز شباب، فضلا عن 38 مجمع خدمات متكاملة و27 وحدة صحية و16 نقطة إسعاف و11 مجمعا زراعيا بيطريا و16 مركزا لتجميع الألبان ستة مكاتب بريد. تواصل القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة عملها في القرى الأكثر احتياجا في محافظة سوهاج. في هذا الإطار قدمت القوافل الخدمات الطبية المتنوعة لنحو 16,000 مواطن، وتضم القوافل تخصصات مختلفة كالأطفال وخدمات تنظيم الأسرة والقلب والأسنان والجلدية، العيون والأشعة والتحاليل. نظمت مديرية الصحة في بني سويف قافلة طبية إلى عزبة الشنطور التابعة لمركز سموسطة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. القافلة والتي تضم 9 تخصصات أقعت الكشف الطبي على 1503 مواطنين خلال يومين. تم صرف العلاج وعمل الأشعات والتحاليل بالمجان وتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج. نظمت جامعة طنطا قافلة طبية من أجل توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم للمرضى في مركز ومدينة سيوة بمحافظة مطروح بالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية في مجلس الوزراء. ضمت القافلة تقديم خدمات طبية وفق أعلى المستويات لأهالي محافظة مطروح في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف الوصول إلى القرى الأكثر احتياجاً. واقتصاديا افتتحت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع فعاليات الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي، وذلك بالإنابة عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. قالت الوزيرة إن المعرض يعد الحدث التجاري الأهم والأكبر في مصر والشرق الأوسط، ويحظى باهتمام عدد كبير من الدول على المستويين الإقليمي والعالمي. وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات على هامش المعرض، ولفتت جامع إلى أن المعرض يقام هذا العام على مساحة 10,000 متر مربع وبمشاركة 6 دول، مشيرة إلى أن العراق يشارك كضيف شرف.
أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لتأثير تعاملات الوصاية والولاية على حسابات القُصّر. ووفق خطاب موجه للبنوك، فإن الضوابط تسمح للوصي على حسابات القُصّر بموجب أصل قرار الوصاية بصرف عوائد الشهادات أو المعاش دون طلب قرار صرف من النيابة أو المحكمة المختصة في كل مرة، طالما أن القرار مدرج به التصريح بالصرف بصفة دورية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تطبيق زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة والمقررة بقانون المخلفات الجديدة. وشدد المركز على أن أسعار جمع القمامة في منظومة إدارة المخلفات الجديدة لم يطرأ عليها تغيير وفقا للمادة 34 من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 الجديدة، موضحا أن منظومة إدارة المخلفات الجديدة تتم بالتعاقد مع القطاع الخاص لجمع ونقل ومعالجة وإعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات من خلال العمل على تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة في مدافن صحية ومحطات وسيطة سواء ثابتة أو متحركة ومصانع تدوير المخلفات. تتواصل جهود الدولة نحو توطين الصناعة إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري أمام المنتجات المثيلة المستوردة ودفع الارتقاء بالمنتج المحلي. أبرز الجهود التي بذلت في هذا الإطار تسلط الضوء عليها لما جبريل. أهلا بحضراتكم. لا شك أن أحد أهم ركائز في نجاح اقتصاديات الدول هو الاهتمام بتشجيع المنتج المحلي وبناء قاعدة إنتاجية وتصديرية، هذا بالإضافة إلى دراسة الأسواق الخارجية وتوجيه المنتجات التصديرية لتلك الأسواق. لذا تولي الدولة اهتماما كبيرا بالمنتجات المحلية، حيث تعمل على زيادة جودتها وتنافسيتها مع المنتجات المثيلة المستوردة، أملا في تقليل الاعتماد المتزايد على الاستيراد وخفض فاتورة الواردات. الارتقاء بالمنتج المحلي دفع 59% من المواطنين إلى تفضيل شرائه، كما يرى 39% أن جودة المنتجات المصرية جيدة، ويؤيد الغالبية العظمى من المواطنين بنسبة 86% تقليل استيراد المنتجات الأجنبية، وهو ما سيؤدي لزيادة فرص شراء المنتجات المصرية. وعن أسباب تفضيل بعض المواطنين لشراء المنتجات المصرية المحلية، فقد تبين أن تشجيع الصناعة المصرية وتحسين الاقتصاد المصري جاء في مقدمة أسبابهم بنسبة 51%، هذا بالإضافة إلى مناسبة أسعارها مع إمكاناتهم المادية. وجاء الأثاث في مقدمة المنتجات بنسبة 89%، كذلك فضل 74% شراء الجلود المصرية، و74 يفضلون شراء الملابس المصرية خاصة القطنية، و61.4 يفضلون شراء الأجهزة الكهربائية المصرية. جهود الدولة نحو تطوير المنتج المصري وزيادة تنافسيته قد لمسها المصريين، حيث أن 82% منهم يرون أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لجودة المنتجات المصرية، كما يرى 79% أنها تهتم بالتسويق لها. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضاً لمؤشرات اعتماد المصريين على المنتج المحلي في ظل اهتمام الدولة بجودة المنتجات وتقليل الاعتماد المتزايد على الاستيراد. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء. ورياضيا، فاز المنتخب المصري بهدفين نظيفين على نظيره الليبيري في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد برج العرب في الإسكندرية استعدادا لاستئناف تصفيات كأس العالم. أسجلت مصر هدفيها في شوط المباراة الثاني عن طريق محمد شريف. كانت المباراة بمثابة التعارف بين المدرب البرتغالي كارلوس كيروش ومنتخب الفراعنة، حيث جلس على مقعد المدير الفني للمرة الأولى ليتعرف على لاعبيه على أرض الملعب. خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد بموافاته بالتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للعرض على الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حسب طلبه. كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد رد على طلب من الاتحاد المصري بشأن اللائحة، وأشار إلى أن اللائحة التي اعتمدت في يونيو الماضي بعد إقرارها من الجمعية العمومية التي عقدت في نوفمبر 2020
أضاف الاتحاد الدولي أن الخطوة المقبلة هي إجراء الانتخابات باعتبارها المهمة المتبقية من التكليفات التي حددتها للجنة المكلفة بإدارة الاتحاد. يتواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ضمن القائمة المرشحة لجائزة لاعب شهر سبتمبر بالبريمير ليج. يتنافس صلاح على الجائزة مع كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، وجواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي، وألان سان ماكسيمان لاعب نيوكاسل يونايتد، وإسماعيل سار لاعب واتفورد، وأنطونيو رودريجو مدافع تشيلسي. وأحرز صلاح 3 أهداف في المباريات التي شارك بها في البريمير ليج خلال الشهر الجاري، فيما سجل رونالدو أيضا 3 أهداف في 3 مباريات. يتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 5 أهداف بالتساوي مع ميكيل أنطونيو وجيمي فاردي في عدد الأهداف. مشاهدينا انتهت نشرتنا، وإليكم أهم ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يوجه بتركيز نشاط المجمعات الصناعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة مشروعات حماية الشواطئ حفاظا على سلامة الاستثمارات القائمة على السواحل. مدبول يوجه المحافظين بمتابعة موقف تلقي لقاحات كورونا ومشروعات قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تابعوا المزيد دوما عبر موقعنا على الانترنت extranews.tv. كما يمكنكم التواصل معنا والتعرف على الأخبار أولا بأول عبر حساباتنا الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام، ومشاهدة البث الحي للقناة عبر قناتنا الرسمية على يوتيوب. ليلتكم آمنة بإذن الله.